بالتاكيد النهارده الاهلي موسيماني يتحمل المسؤوليه خصوصا في الشوط الاول. تغيير طريقه اللعب المتكرره دايما في الماتشات، وكذلك عدم اختيار عناصر تناسب طبيعه المهمه. يعني ماتش زي ده في ظروف زي ده كان اعتقد ان والتر بويرا هو الحل المناسب في قيادة هجوم الاهلي بدلا من مروان محسن. في كل الاحوال 2-0 الاهلي حالفه 2-0 في الشوط الاول، الاهلي كمان حالفه توفيق في اضاعه ضربه الجزاء، دي سهلت مهمه الاهلي وقدر ان الاهلي يعود في اخر دقيقه. نقطه ضمنت الاهلي التاهل. محتاج طبعا يفوز على سيمبا الماتش الاخير كوضع اعتباري ان النادي الاهلي هو بطل النسخه الاخيره يوصل ل 11 نقطه، ولكن موسيماني محتاج يقعد مع نفسه ويحتاج انه يشوف اداء الاهلي كويس الفتره الاخيره. طبعا كانت مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي النهارده، ان يخسر 2-0 وبعدين يعني بعد صعوبه بقالها جدا ان هو يرجع للمباراه. طبعا يعني تحيه للعيبه برضه، خلينا ما نبقاش متحملين على اللعيبه بشكل كبير جدا، ولكن في تاثير، في مشاكل فنيه داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي خسر مباراه في دوري المجموعات، خسر مباراه بيتا كلوب، وكان النهارده ممكن يخسر مباراه ثانيه، وكانت الامور بالنسبه له كده كده هو وصل لربع النهائي، ولكن في مشاكل فنيه داخل النادي الاهلي السبب فيها ربما يكون بعض اللعيبه مش مركزين في المباراه بشكل كبير جدا، وموسيماني ممكن تغييراته في بعض الاوقات او تشكيلاته مش على قد المسؤوليه. ثانيا اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، مشكله لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي كلها ان المستوى بتاعهم الثابت، حتى تلاقي اللعيبه اللي بتبقى كويسه وبتأدي بشكل كويس جدا بتلاقي مباراه عاليه جدا ومباراه بعيده عن المستوى ده. حصل ما تلاقي مع جاي مع حسين الشحات اللي كل فتره بيلعب مباراه او مباراتين وبيتراجع بشكل كبير جدا. الاستقرار في المستوى الفني بيفرق جدا مع اللعيبه، ولكن النهارده الاهلي عاد عشان بروح لعيبه النادي الاهلي بقدرات النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا ما يحبش يخسر، وقدر النهارده ان هو يتعادل في اخر دقائق، يبقى خسران 2-0 وضرب جزاء ضائعه، وكانت ممكن الامور توصل لنتيجه اكبر من كده، ولكن النهارده الحمد لله الكره برده خدمته النهارده. والله حقيقه النهارده اداء الاهلي كان صدمه حقيقيه للجماهير كلها. الكل طبعا تفائل خير بعد العرض اللي قدمه النادي الاهلي امام بيتا كلاب وفوزه الكبير على بيتا كلاب 3-0. لعب في اجواء افضل من الماتش فيتا كلاب، السودان قريبه، درجه الحراره درجه الحراره، مفيش مبرر خالص، الارضيه نجيل طبيعي جدا، ما كانش في اي مبرر للنادي الاهلي النهارده يقدم عرض سيء جدا. طبعا النادي الاهلي الشوط الاولاني شوط اعتقد يعني يمكن اسوء شوط للنادي الاهلي طبعا في البطوله، يمكن على مدار فتره طويله جدا. رجع تاني موسيماني، رجع لدائره الاتهام موسيماني، سبحان الله مش قادر يكسب رضا الجماهير ولا اقتناع الجماهير. موسيماني رجع تاني النهارده تاني نقطة صفر تاني مع الجماهير، يعني بعد ما قدر ان هو يكسب جولة في ان هو يكسب تعاطف الجماهير معاه او اقتناع الجماهير بيه بعد مباراة فيتا كلاب، رجع النهارده خسر كل التعاطف بعد الأداء النهارده.